متابعينا بسبورت 360 تحياتي لكم. كلاسيكو الارض مرتين بثلاث ايام بمسابقتين مختلفتين، الكاس ثم الدوري. حسون كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. عندنا حدث مهم، كلاسيكو برشلونه ريال مدريد عم بيلعب مرتين مسابقتين مختلفتين. نحن عاده وقت بيكونوا اثنين وبوقت كتير قصير اقل من ثلاث ايام بيكون به كاس السوبر الاسباني، تمام؟ هلا عندنا اياه بمسابقتين مختلفتين. طيب شو فرق هذا الشيء؟ يعني شو الفرق هون بين كلاسيكو عم بيتكرر مرتين بنفس المسابقه وكلاسيكو عم بيتكرر بمسابقتين مختلفتين؟ شلون بده ياثر على هي المسابقه وشلون بده ياثر على هي وشلون ممكن ياثر على الطاقه؟ اعتقد ليه تاثيرين مهمين جدا. التاثير الاول تاثير بدني، تاثير بدني هيكون قوي جدا على اللاعبين ان هم يكون في وقت قصير جدا ان هو انت ازاي تتعافى من المباراه الاولى ايا كانت النتيجه، سواء انت فزت او خسرت او تعادلت، مهم جدا انك ازاي تعرف تتعافى بدنيا في هذه النقطه. وبالنسبه للنجوم الكبيره مثلا زي ليونيل ميسي، زي باقي نجوم برشلونه او ريال مدريد زي سيرجيو راموس، متعودين ان هم يلعبوا في بعض المباريات القويه جدا ورا بعض بدنيا، سواء كلاسيكو او غيره، مثلا كلاسيكو دوري ابطال، دوري ابطال مثلا سمو ورا مع اتلتيكو مدريد، هم متعودين على هذا الامر. لكن بعض اللاعبين التانيين الصغيرين زي فينيسيوس جونيور، زي ريجولون لاعيبه ريال مدريد، اعتقد هيعانوا في هذه المساله ان هم يكونوا جاهزين بدنيا بشكل كويس. النقطه الثانيه المهمه كمان معنويا، لاعيبه برشلونه وريال مدريد معنويا اعتقد ما دخلوش في الضغط القوي ده حاليا، في ظل كمان نادي زي نادي ريال مدريد بعيد عنه لاعب زي كريستيانو رونالدو، خلاص رحل عنه اللاعب اللي كان بيشيل جزء مهم جدا بكاريزمته، بيشيلها بعيد عن المباراه، بيخفف ضغوطات كبيره جدا على لاعيبه ريال مدريد، مش موجود حاليا. لكن نادي ريال مدريد في المباراه الاولى قدر يقدم اداء كويس وقدر يتعادل مع برشلونه. في المباراه الجايه المباراه هتكون اكيد صعبه على الفريقين، هنشوف مين فيهم اللي هيكون افضل في مساله ان هو يعدي العامل بدني ويعدي العامل معنوي. طيب هلا نحن في عندنا شغله من حيث الخبره، برشلونه اكثر خبره، مدربه اكثر خبره، كقيمه لاعبين عنده اياها فينا نقول انه برشلونه عنده قيمه لاعبين اكثر تقدر تتحمل هذا لنقل العبء الذهني والبدني، انك انت تلعب بمسابقه الدوري وتلعب بمسابقه الكاس بكل وحده وحساباتها بطريقه مختلفه. وعلى فكره متري، لو برشلونه وريال مدريد كمان صعدوا في بطوله دوري ابطال اوروبا، لو برشلونه عدى ليون وريال مدريد عدى اياكس، ممكن يلعبوا تاني دوري الابطال، ممكن القرار ممكن توقعهم تاني. سبق وصارت في قبل النهائي، فاكر طبعا بهدف ليفين بس التاريخي لما عدى تماما اغلب اللاعبين وطرد بيبي طبعا بعد التمثيل. يعني هي هون بس نحكي شويه تاريخ بال 2000 موسم 2010 2011 اللي هو موسم مورينيو بعد ال 5-0 الشهيره بالدور الاول، عندنا كان بالدوري ب 16-4 1-1، بالكاس نهائي 20-4 1-0 لريال مدريد براسيه رونالدو الشهيره، اكيد طبعا. بعدين الشامبيونز ليج 27-4، يعني انت شايف ايش عم نحكي. وبعدها ب 3-5 رجعت ل 1-1، يعني اسبوع 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 اسبوع، هي اكثر مره صار فيها دوري ضغط قوي في الكلاسيكو، تمام. والتاريخ بيقول بالمباريات اللي قريبه من بعضها بين برشلونه وريال مدريد، اللي بيفوز اول يعني بالمباراه الاولى بيكون له حظوظ كبيره يفوز بالثاني. هلا هون برايك في فصل؟ يعني لانه هذا الشيء ممكن نحكي اذا كان المباراتين مرتبطتين، يعني ذهاب واياب دوري ابطال، ذهاب واياب دوري السوبر. طب هذا الشيء ممكن يتطبق على السوبر او كاس الملك وبعدها كاس بعد الدوري؟ يعني هل ممكن يتطبق على مسابقتين مختلفتين؟ اعتقد صعب السنه دي، صعب ان هو يتطبق. اعتقد برشلونه وريال مدريد قادرين على الفصل بين البطولتين، لو كانت في دوري ابطال اوروبا هقول لك صعب، لكن ما دام مش في دوري ابطال اوروبا بالذات مش تبقى صعبه على الفريقين. المشكله هنا اللي ممكن تقابل لعيبه ريال مدريد عن لعيبه برشلونه زي ما قلت، ان مدربهم مش نفس خبرات ارنستو فالفيردي، شيء ابينا وشفنا طبعا في اعتراضات على فالفيردي، لكن كلنا عارفين فالفيردي في النهايه بيقدم نتائج كويسه طبعا، وهذا شيء ما لازم حدا ينساه، محدش يقدر ينساه يعني. ودليل مباراه اشبيليا، الفريق كان قال في اول مباراه بعد برشلونه دخل فيها هدفين، فالفيردي ده كذا وكذا وكذا، بعد ما ميسي تالق والفريق قدم اداء كويس سجل 4 اهداف، فالفيردي بقى مدرب كويس. هلا هي الفكره هون راح يجي يقولوا لك العالم انه اخي انت شو ما شفت شو صار باشبيليا، ميسي اللي لعب لحاله وفالفيردي ما عمل شيء. طيب مدرب قدر يخلق بيئه لليونيل ميسي بطريقه، لازم يعني خلى ميسي يعرف يتحرك، اوسع له مساحات، عمل له حركه لاعبين تقدر تخدمه، هذا مو مدرب جيد؟ هذا 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 اللي عم نحكي. كمل فاعتقد ان لعيبه برشلونه وريال مدريد قادرين على الفصل بين البطولتين، وكمان اعتقد الضغط في هذه المباراه هيكون سهل جدا على لعيبه برشلونه، اولا لانهم وضعهم ممتاز جدا في بطوله الدوري، لو كانوا خسروا ضد اشبيليا كنت اقول لك الوضع ممكن يكون صعب، لكن بصراحه بعد اللي هم عدوا مباراه اشبيليا اعتقد في مباراه الدوري قادرين ان هم يحاولوا نتيجه كويسه قدام ريال مدريد، لكن مباراه الكاس هي اللي في رايي هيكون فيصل، هتكون في سانتياغو برنابيو، مباراه مفتوحه الاحتمالات بالنسبه للريال بالنسبه لبرشلونه، ايا كان فيهم اللي قدم اداء كويس في 90 دقيقه هو اللي هيفوز. هلا انا ما بدي مبين انه نحن عم نروج انه برشلونه بده يلعب، بس انا صراحه كل الحظوظ رايحه لبرشلونه. انا عندي شكوك تجاه ريال مدريد. ليش؟ لعبه جيرونا، ريال مدريد شوط اول
قدم اداء خارق دهي. وكان على ما توقع يطلع اربعه من اول شوط. بالشوط الثاني الفريق ارتبك، ما عاد عارف شو بده يعمل، ما عاد عارف شو بده يسوي، وخسر بالنهايه. هلا هون في عنا جاب ذهني، تفاوت ذهني بين شوط اول وشوط ثاني. وانا رايي تحليلي الشخصي انه مدرب جيرونا بحركتين بسيطات، اعتماد على الكرات العرضيه، اعتماد على هي، هدد خطر على المرمى جدا، بلشوا لعيبه ريال يخافوا، فقدوا الريتم تبعهم. هذا ليش لما يتكرر مع فريق بقدرات اعلى من جيرونا ألف مره، اللي هو برشلونه، بمدرب امكاناته اعلى بألف مره، حتى يعني اعلى حتى من سولاري نفسه. هذا سؤال. وحتى مباراه كمان ليفانت الاخيره في الدوري، ريال مدريد فاز بضربتين جزاء، وضربتين جزاء فيهم شكوك كبيره جدا، والصخب اللي اتقال على ريال مدريد في المباراه، ريال مدريد هاله تحكيم، والكلام اللي بيتقال ده كله على ريال مدريد او برشلونه اتقال بشكل كبير جدا في لقطه ضربه جزاء على كاسيميرو. احنا مش حكام في النهائي، لكن اتقال ان ضربه جزاء ما فيهاش اي لمسه صراحه، يعني خلينا نتكلم بصراحه. صحيح. فكل اللغط اللي اتقال على ريال مدريد، والضغط اللي اتقال على ريال مدريد، والفنيات اللي فيها مشاكل عند ريال مدريد، اعتقد مش مصلحته في هذه المباراه. هلا ريال مدريد المطلوب منه من وجهه نظري انا انه يستغل الجو الايجابي اللي كان موجود بلعبه الذهب، اللي كان كل العالم متوقع برشلونه يربح، عم اجى فرض عليه التعادل. هلا عم تلعب على ارضك بالزبط. والجو معك تمام. المفروض برايي ريال مدريد بوضعيته الذهنيه الحاليه، المفروض انه هو يركز كثير على الفوز بمباراه نصف نهائي الكاس لسببين. اول شيء انه بيصل على النهائي، صحيح. النقطه الثانيه انه بده يجي كلاسيكو الدوري، هو بحاجه ليفوز فيه كمان، ويرد اعتباره قدام الخمسة واحد الذهاب. بس اذا كان اذا تعرض لهزيمه او تعرض لسقطه قدام بنصف نهائي الكاس وخرج، وضعه انا برايي راح يكون صعب بالاياب، عفوا بالمباراه الثانيه اللي هي بالدوري. ما بعرف انت شو رايك. لا انا اتفق معاك جدا في هذه المساله، بس برضو ما ننساش نقطه مهمه جدا، حتى ريال مدريد خارج منه كريستيانو رونالدو هذا الموسم، لكن دايما عنده القدره بتاعت شخصيه البطل ان هو يعمل الريكاب في نهايه الموسم. دايما خلال الموسم الاخير ريال مدريد بيقدم نص اول من الموسم سيء جدا، لكن النص الثاني هوبا فجاه الشخصيه تطلع، هوبا الاداء الكويس في دوري الابطال، هوبا بطوله دوري ابطال اوروبا، السوبر وهو الاخر الاداء المميز في النهايه، بيحققوا بطولات مهمه جدا. اعتقد سيرجيو راموس وباقي اللاعبين الخبره في ريال مدريد حاليا قادرين ان هم ممكن يعملوا ده. اللي هيفرق ولا لا، واللي هيقول الكلمه النهائيه ليونيل ميسي. قديش تتوقع نص نهائي الكاس؟ ما راح اقول لك نتيجه سيدي، اللي مين بيتاهل منه واعطيني نتيجه للمباراه. الكاس اعتقد برشلونه هيتاهل، اعتقد برشلونه هيتاهل، لكن الدوري اعتقد ريال مدريد. الدوري اعتقد ريال مدريد يفوز لي. انا شخصيا بتصور انه برشلونه ممكن يتاهل في الكاس. ليك صراحه رح احكي، انا ما عندي راي حاسم مين راح يتاهل، بس انا بقدر اقول لك سيناريو. اذا ريال قدر يقطع برشلونه ويوصل لنهائي الكاس، هو راح يربح اللعبه اللي بعدها اكيد. اذا خسر هون راح يخسره، يعني هي كلها على الريال. تمام. وهي مرتبطه ببعضها. يعني خسر هون بيخسر هون، ربح هون بيربح هون. ما بتوقع انه راح يكون في فصل بين التنتين. دي هاي خلينا نشوف. بس يعني ليونيل ميسي قال كلمته خلاص، كله كله يعني. والله خلينا نتكلم صعب. ليونيل ميسي لو قال الكلمه خلاص يا ولا لهنا ولا هنا، خلينا نلف وندور. والله هو لاعب فضائي. دي حقيقه. طيب حسن، شكرا لك كثير. التغطية رح تكون ان شاء الله مميزه معنا في لايف فيديو بكره باذن الله، وطبعا تغطية اديتوريال وكل ما يلزم. بتشكرك. شكرا. وبتشكر جمهورنا، والى اللقاء بعد المباراه.